ما يخص اسماعيل العلاوي ولا نبيل بن عبد الله ولا رئيس الحكومه السابق ولا خديجه الرياضي ولا كلهم ناس حنا كنعرفوهم، راه كنا كنديروا السياسه، كنعرفوا هاد الناس، كنعرفوا قناعات وتوجهات كل طرف، وكنعرفوا الماضي ديال كل طرف، وكنعرفوا بان الملف ديال توفيق بوعشرين ما كيهمهمش، ما كيهمهمش توفيق بوعشرين يتحكم او لا ما يتحكمش. حنا ماشي ضد توفيق بوعشرين، حنا ضد افعال اجراميه ارتكبت ضد ضحايا نساء، حنا دافعنا عليهم، ولكن حنا ما خرجناش كنسبوا في توفيق بوعشرين او لا كنسبوا في شي جهه اخرى، لا كنقولوا حنا كندافعوا على ضحايا وغادي نتشبتوا في الاستئناف بحقوق الضحايا، ولكن هاد الناس لا جاو كينازعوا. علاش؟ ماشي حيت كيدافعوا على توفيق، حيت عندهم حسابات سياسيه بغا يصفيوها مع شي جهه اخرى، باغيين يبتزوا، وماشي هذا هو الموضوع ديال الابتزاز. كنعتقد انه لو كانوا مسؤولين حقيقه كانوا يحترموا القضاء في استقلاله، وان القرارات والاحكام ديال القضاء كنحترموها. هذه قرارات كتصدر باسم جلاله الملك وفيها هيئه مستقله، واكثر من هذا هذا القرار اللي صدر فيما يخص ملف توفيق بوعشرين حنا ما قنعناش كهيئه دفاع ضحايا لانه العقوبه في اقصاها واللي التمسته النيابه العامه 20 سنه في خصوص المتابعات، وحنا التمسنا كذلك الملتمس ديالنا كان هو التطبيق او لا تاكيد ملتمس ديال النيابه العامه، ولكن المحكمه قدرات ولها السلطه التقديريه في تقدير العقوبه. انا حنا ما قنعناش كدفاع الطرف المدني، هادو ناس ما كانش كدافع على توفيق بوعشرين. انا شخصيا كنقول لكم بان هادو لو كانوا مسؤولين اولا يحترموا استقلال القضاء، ثانيا اللي عنده شي حساب سياسي واللي بغى يبتز الدوله في شي مساله او لا بغى يبتز شي جهه اخرى في هذه المساله ما يستغلش ملف معروض على القضاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.